ينضم إلينا من الخرطوم أسامة أبو بكر، مسؤول التواصل الإعلامي بجمعية الهلال الأحمر السوداني. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. بداية، ما مدى خطورة الأزمة الإنسانية فعلا، وأين تكمن الأولويات لديكم في المرحلة الراهنة؟ طبعا خطورة الأزمة الإنسانية هي أصلا خطورة في حياة الناس، في البقاء في حياة الناس، لأنه الآن أكبر ساحة بتاعت حرب موجودة هي العاصمة القومية كلها بسكانها الذين يتجاوز عددهم أو يقل عددهم قليلا عن 10 مليون نفر. العشرة مليون مواطن سوداني في منطقة الخرطوم، الولاية الخرطوم الكبرى، هم ضحايا حرب محتملين، لأنه النزاع المسلح داخل المدينة، ودي مسألة في حد ذاتها خطرة أصلا. حتى القوانين الدولية، القانون الدولي الإنساني، يعني بيحرم حدوث نزاعات مسلحة داخل المدن. على العموم، الوضع الإنساني يعني في وضع كارثي، نسبة للعدد الكبير جدا من الجرحى والمصابين والذين توفوا بسبب هذا النزاع. في الخرطوم الآن النزاعات تلقيها متقطعة، يعني في مناطق فيها اشتباكات عنيفة، في مناطق فيها اشتباكات خفيفة، في مناطق هادئة نسبيا. هذا الهدوء لا يستمر، وهذه الاشتباكات العنيفة لا تستمر. يعني عشان كده ما في خريطة واضحة لأماكن في الخرطوم فيها هدوء تام مضمون. نحن في جمعية الهلال الأحمر السوداني، بقية المنظمات العالمية والإقليمية والمحلية بتناشد طرفي النزاع، ونحن في الهلال ناشدنا طرفي النزاع بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وضرورة يعني عمل هدن طويلة المدى مع تحديد مسارات آمنة تتيح للهلال الأحمر السوداني وبقية المنظمات الإنسانية العمل بضمان أمن كوادرهم العاملة، ولكن نتمكن من يعني لم تؤمن هذه الممرات الإنسانية، الخرق، الهدن تخترق، كيف تتعاملون مع هذه الأوضاع؟ ما مدى صعوبة عملكم في هذه المرحلة؟ ونشهد أيضا انتشار للجثث في الشوارع لا أحد يمكنه انتشالها، وما يهدد بأمراض أيضا، بانتقالها إلى المياه الجوفية، بمرحلة ستكون أسوأ بكثير من ذلك. ما فعلا، ما مدى صعوبة عملكم في هذه المرحلة، وإلى ما تحتاجون في هذا الوقت؟ من يمكنه ضمان تأمين ممرات آمنة لكم، تأمين سلامتكم وللقيام بعملكم؟ طبعا يعني هو سؤالك سؤال ممتاز جدا، وانت جاوبت على السؤال طبعا، انه الوضع صعب جدا جدا جدا. لذلك يخاطب المتطوعون احيانا انهم يمشوا عشان يحاولوا يساعدوا جرحى او مصابين في مناطق بتكون خطره. لذلك الهلال الاحمر السوداني اهم يعني راس مال اللي هم المتطوعين. لذلك نحن بنحدد حركه المتطوعين في طالما موجود وضع امن. طبعا مين اللي بيحدد وقف اطلاق النار والهدن ويضمن المسارات الامنه؟ هم طرفي النزاع، الجيش، القوات المسلحه السودانيه وقوات الدعم السريع على اعلى المستويات. لذلك المفاوضات مستمره معهم من عبر كل الناس، حتى الحكومات، الاتحاد الافريقي، الجامعه العربيه، الايجاد، مبعوث الامم المتحده الدائم في السودان، كل هذه الجهات والدول بتضغط على طرفي النزاع ان يحدد مسارات امنه معلومه واضحه المعالم وبمدد واضحه، وان يكون المسارات دي معلومه لدى اصغر جندي موجود في الخرطوم. طيب ماذا عن حجم الدعم الذي بدا يصلكم، ان كان من الصليب الاحمر الدولي او من منظمات اخرى، وهل يعتبر كافي او الى ما تحتاجون في هذه المرحله؟ طبعا وصلت اول شحنه 8 طن بواسطه اللجنه الدوليه للصليب الاحمر والشحنه في بورت السودان، ومتوقع وصول شحنه مماثله للشحنه الاولى تمهيدا لنقلها الى الخرطوم. اللجنه الدوليه للصليب الاحمر، الشحنه دي بتحتوي على مستلزمات طبيه ومعينات انسانيه تتعلق بالنقص الموجود في الخرطوم. والشحنات دي جايه بخطه واضحه جدا، وحتى
كمية المعينات ونوع هذه المساعدات جاية بدراسة متأنية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحكم أن اللجنة الدولية موجودة في السودان منذ عام 1985، عندها بعثة موجودة إبان الحرب السابقة اللي كانت في جنوب السودان وأدت إلى انفصال الجنوب. طيب يبقى نحن نتعاون تعاون وثيق جدا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأن نحن شركاء أصلا في الحركة الدولية للصليب الأحمر، ونعمل معا. الشحنة دي حيكون عندها أثر كويس، حتقلل الضغط على المستشفيات، حتزود المستشفيات بمعينات جيدة، لكن ما حتحل المشكلة. عشان نحل المشكلة القائمة في السودان، وزي ما تفضلتي أنت دلوقتي الجثث الملقاة منتشرة، دي عايزة فرق متخصصة في انتشال الجثث بالأسس العلمية والبروتوكولات المتبعة عالميا. نحن في الهلال الأحمر عندنا 4 فرق متخصصة على مستوى السودان في بروتوكولات إخلاء الجثامين بالطرق الصحيحة وتكفينها والتعامل معها منعا لأي انتشار للأوبئة. زي ما تفضلتي أنت، وجود الجثث دلوقتي صعب جدا جمع كل الجثث لأنها متناثرة على عموم المنطقة، النطاق الجغرافي لولاية الخرطوم، ودي مساحة ضخمة جدا. من تيسر يعني من تيسر لنا أن نلتقي يعني في الجثث دي بنحب نشيلها بالطريقة العلمية، وأيضا وزارة الصحة والدفاع المدني ومنظمات كثيرة وهيئات حكومية بتنتشل هذه الجثث، لكن في جثث ما بيقدر يوصل لها الناس. الخوف زي ما أنت برضو قلتي، الخوف لما تهطل الأمطار، لأنه متوقع هطول الأمطار في هذا الشهر أول بعد بالكثير، ممكن لو نزلت الأمطار هتبقى كارثة بيئية غير مسبوقة وحتتعقد المشكلة. عشان كده نحن بنناشد في الطرفين النزاع انه يدوا مسارات امنه عشان نحاول بقدر الامكان ننتشل الجثث دي كلها ونعمل الاجراءات لدفنها ونساعد المستشفيات في مقابله الاحتياجات، لانه كل ما يتقدم الايام وما تكون في مسارات امنه المشكله حتبقى كارثيه ويصعب التحكم والتعامل معها. اشكرك. ده على مستوى ولايه الخرطوم طبعا. النزاع المسلح انتقل الى 6 ولايات اخرى وبشكل كبير جدا. طبعا التركيز الاعلاني بشكل عام على الخرطوم لان هي المدينه الكبيره وفيها العدد السكان الكبير وكذا، لكن الولايات دي ايضا الضوء ما ملقى عليها، لانه طبعا بطبيعه الامور يعني في 6 ولايات انتقل لها النزاع المسلح بين الطرفين، هي ولايات جنوب دارفور وشمال دارفور ووسط دارفور وغرب دارفور وشمال كردفان.